في العاصمة طرابلس، يعني الحمد لله في إيقاف إطلاق النار، يعني معنا بعض الاشتباكات أو بعض تصوات ذوي النار في رصاص الأسد في بعض المناطق زي غد الشعال مثلا أو في منطقة أبو سليم كان في صوت قريب. بالنسبة لليوم أمس أنا تمنيت أن نوافق الشباب أو الأشخاص اللي دخلوا من بدري من حوالي ساعة فاتت اللي قالوا أن هي انتفاضة، أتمنى أن نوافق أن هي تكون انتفاضة فعلية بسبب المنطقة أكثر منها أن هي صراع سياسي ما بين القوى اللي موجودة داخل المدينة اللي هي ما بين حكومة السراج وحكومة الأغويل لو قدرنا أن احنا نوصل الموضوع بطريقة هذه. نعم. الموضوع أمس أن احنا كنا في كذا من محور، عن نفسي يعني كنت في كذا من مكان من ضمن منطقة مثل حيلندلس وقرقارش من ضمنهم. طيب ما مدى الحالة الإنسانية بالعاصمة؟ هل بإمكانكم مثلا توفير الاحتياجات المعيشية اليومية مثل المواد الغذائية وهكذا؟ طبعا العاصمة كباقي أغلب المدن الليبية تعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. بعيدا عن ارتفاع الأسعار أنا أتحدث اليوم على خلفية الاشتباكات التي تحدث بالعاصمة اليوم. أغلب المحال التجارية مفتوحة، الحياة طبيعية شبه أنها هي طبيعية في نعم. يعني في وسط البلد وفي كذا منطقة يعني طبيعية. نعم. إلا في عندك مثلا في منطقة غوت الشعال بكري شوية كان في يعني من الساعة 8 فاتت كان في اشتباك أو كان في صوت صوت. بالنسبة لصلاح الدين في سواد ترابية، بالنسبة لطريق المطار من جهة السيمافرو لإشارة ضوئية في ازدحام مقتصد. نعم. الحركة بطيئة جدا في المنطقة. بالنسبة لصلاح الدين في نفير إلى حد ما. وبنفس الوقت يعني الوضع يعني قاعد متأزم في المنطقة هذيك. طيب هل هناك ردود فعل من الشباب ومبادرات مجتمعية مثلا، يعني هل هناك تنظيم لخروج مظاهرات أو عصيان مدني؟ ميدان الجزائر أمس فعلي يعني فعليا انطلقت يعني بعض الشباب بعض الناشطين من ناشطين مدنيين أمس كان في خروج لبعض الشباب، يعني تو حاليا في تنسيق ليوم الجمعة القادمة إن شاء الله يعني بعد بكرة راح يكون فيه وقفة احتجاجية ومظاهرة بمطالبة إخراج كافة التشكيلات المسلحة وبين قوسين الجهوية منها خارج المنطقة أو خارج العاصمة طرابلس في ميدان الشهداء. عن نفسي يعني من الباب هذا نتمنى لو أن حكومة الوفاق أو غيرها من الحكومات ترجع لقرار المؤتمر الوطني العام أو لقرار المؤتمر الوطني العام ما نتذكرش السنة بالضبط ما نتذكرش لكن المادة 57 والمادة 83 اللي هي قاضية بإخراج كافة التشكيلات المسلحة خارج طرابلس وفكها واندماجها كفرادة. أنا حابب نوصل رسالة أو حابب نقول كلمة، نتمنى أن الوضع اللي صار أمس واللي قاعد يصير يعني ليه فترة يصير يعني هذا وقت أن احنا ندعمه أو أن احنا ندعمه نواب الجيش ندعمه مديرية أمن طرابلس ندعمه المراكز الشرطة الدوريات الأمن الداخلي الأمن الاستخبارات إلى ما هنالك، يعني بدل ما تكون في أجسام تخلق أجسام موازية لجهاز الشرطة ولمديرية أمن طرابلس من خلال الدروع ومن خلال الميليشيات، نتمنى أن يكون في دعم حقيقي لهالمديرية أمن طرابلس ولهالمراكز الشرطة وللدوريات بحيث أن تكون في دوريات ثابتة ودوريات متحركة. نعم. لعلنا نصل لبر الأمان، يعني لعلنا نكون في عندنا مؤسسة اللي هي مؤسسة قائمة يعني منذ الأزل يعني منذ القديم وتكون مؤسسة يعني يتم تفعيلها من أول وجديد بدل ما يتم تهميشها كيف ما صاير. يعني ممكن الشيء هذا يعني يجنب العاصمة ويجنب أغلب المدن لو أن تفصل كافة المراكز الشرطة وكافة الأجهزة الطبية لما هنالك على عادة يعني يساعد الشيء في الاستقرار ويساعد في الأمن. نعم شاهد عيان كنت معي من طرابلس شكرا جزيلا لك.